ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل كيك اتفقنا عليه، كيك القهوه. نزل مقاديره ونشتغل مع بعض، شوف مقادير كيك القهوه بسيطه وسهله وجميله جدا. عندنا كيك القهوه عندي 350 جرام من الدقيق، انا هستخدم فيه هنا دلوقتي دقيق شوفان، وهاخد بس معلقتين من الدقيق الابيض واقدر استخدمه كله دقيق شوفان. عندي 200 جرام من السكر، يعني حوالي كوبايه، ونقدر نقلل نسبه السكر واقدر كمان اعملها بسكر دايت، يعني اخد من المعلقه اللي هي او القرص او لو كان هو اقراص اللي بيحلي معلقتين هاخد منه اتنين، او معلقه اللي بتحلي معلقتين، فهتديني للكيك ده تسكيره كويسه جدا، واقدر يبقى معلقه واحده. اوكي؟ طيب عندي 250 جرام من القهوه سريعه الذوبان، هدوبهم في حوالي ربع لتر ميه، يعني هم هيطلعوا حوالي تقريبا ال 250 جرام دول حوالي 4 معالق كبار. طيب عندي 16 جرام بيكنج باودر، ليه قلت 16؟ لانه في اكياس 10 جرام، انا محتاجه في الكيك دي ان البيكنج باودر يكون اكتر، فهستخدم يا اما الباكت ال 16 جرام، يا اما لو عندكم ال 10 هناخد ونوزن ويبقى 16 جرام. 50 مللي زيت، هي تقريبا معلقتين ولا حاجه زيت نباتي اي نوع يعجب حضراتكم. وعندي للصوص حوالي عندي سكر بودره، واقدر برضو اعمله بسكر دايت، مش محتاجه غير اني اسقيها بحاجه بسيطه جدا من السكر الدايت مع كمان القهوه سريعه الذوبان حوالي معلقه او معلقتين، مفيش اي مشكله خالص. لو عندي حبوب قهوه هزين بيها تبقى لطيفه. طيب انا دلوقتي هاخد كده بوله، مساله بسيطه وسهله جدا جدا. هاخد الميه السخنه مع المي، بصوا بسم الله، ادي القهوه سريعه الذوبان اللي احنا هنضيفها، وهجيب كده ويسك كده خفيف، ممكن اخد ده، بسم الله، هنحط معاها الميه حوالي ربع لتر اهي، هندوبهم وبعدين هحط معاهم معلقتين زيت. اللي عايز يعملها ويضيف لها بيض يضيف لها عادي جدا يا جماعه، ممكن الكيك دي تبقى كيك عاديه جدا وتحط لها نسبه بيض، مفيش اي مشكله. طيب كده، الف سلامه يا حاتم، الف سلامه يا فندم، مين جاب في سيرتك يا حاتم؟ كده السكر، وانا هعتبر ان انا ممكن احط بديل معاه في الوقت ده اللي هو سكر دايت، هتبقى برضو قليلة السكر بس لمحبي ناس تحب الايه القهوة او نسبة الكافيين. كده ندوبه بس شوية حلوين، وبعدين هاخد في بولة تانية المواد الجافة بقى اللي هي هاخد دي شوفان، وهضيف معاه بس معلقه او معلقتين من الدقيق الابيض علشان يساعد في رفعها، تبقى يعني ليها حاجه حلوه، ممكن استغنى عنه خالص، احط بس معلقتين وممكن ما احطهمش، اهو ذوبتهم هنا، وهحط البيكنج باودر اللي اتفقنا عليه، وهاخد كمان ذره من الملح تظبط معايا الدنيا، رشه بيض بسيطه قوي تكاد لا تذكر على المكونات الجافه، وهنقلب. وبعدين هنضيف بقى الخليط ده هنا ونقلب، وما تنسوش ان دقيق الشوفان بيحتاج شوية سوائل عن الدقيق العادي. تمام كده، مكونات بسيطة وسهلة ولونها جميل، ونقدر نسقيها بقى بأي حاجة لما تطلع، نقدر نسيبها زي ما هي كده ونحتفظ بيها، وناخد منها حاجات بسيطة قوي، قطع صغنونة مكعبة كده لطيفة كده، شايفين القوام حضراتكم عامل ازاي اهو. هدهن بقى البان ده زيت، واحط ورقة زبدة معلقة واحدة، وافرشها كده، احط ورقة زبدة اهي، هدهنها زيت مسحه بسيطه معلقه صغيره بس، خليني بس ايه امسح اللي على الرخامه هنا كده اهو، والجناب كده على خفيف، ونصب الخليط. وطبعا الفرن عندي شغال سخن
على حراره 180 على الشبكه في النص هحطها. هننزل بقى خلاص الايه المعيار ده. بسم الله. بصوا قوامها جميل ازاي ولونها كمان حلو قوي، واحنا ما عملناش حاجه غير ان احنا خلطناها بس بالقهوه سريعه الذوبان. بسم الله هيطلع ارتفاعها مش وحش قد ارتفاع البراونس كده، بس من الحاجات اللطيفة وراها لكم دلوقتي. وليها برضو صوص كده عملناه من السكر الدايت أو السكر البودر اللي عاوز يحس ان فيها طعم مسكر. معلش انا لازم اعمل بس كده عشان كمان اظبطها اهي. كده بصوا بقى ادي هنحط الكيك. خلينا بس دلوقتي هنحط الكيك ده في الفرن على حراره 180 على الشبكه في النص، هياخد حوالي 25 دقيقه كده. يبقى فرن ومروحه بس. وبعدين عندي صوص، الصوص انا قلت لحضراتكم بصوا حطيت فيه القهوه سريعه الذوبان مع شويه مع سكر الدايت وشويه ميه بس، هحطهم هنا. طيب انا لو حسيته خفيف وانا مش عايزه اسيب حاجه خفيفه، معلقه نشا صغيره بتاعه الشاي اللي احنا بنحط بيها بنعاير بيها المعالق الصغيره، هدوبها في نقطه ميه وهنزلها فيه فتدي بس قوام كده، بس بتتسقي بتبقى رائعه جدا. وتتزين بقى ممكن بحبوب القهوه زي ما حضراتكم تحبوا، بتبقى طعمها حلو. وتقدروا تستغنوا كمان عن الخطوه دي لو مش عاوزين، يعني تقدروا تستغنوا عنها. عايزين تحطوا الخطوه دي تبقى كاكاو خام وتبقى يعني وصفه تدخل معاها الشوكولاته ممكن، بس في الاخر انا عاملاها كيك قهوه بس. بس طبعا الاختيارات ترجع لحضراتكم. عايزين بقى تستخدموا معاها حليب جوز هند تبقى طعمه حلو، بيدي طعم حلو بس نسبته تبقاش كتيره. ندوبه مع القهوه ونعمله على النار ونسقي بيه برده بيبقى حاجات لطيفه. خليني بقى كده اجي هنا نصب بقى كده حاجه بسيطه كده. بسم الله حاجه بسيطه جدا. عايزه بس اجيب معلقه، ممكن اجيب سباتيلا. خليني اجيب سباتيلا احسن. كده نصب احسن. بسم الله حاجة بسيطة كده تبقى ريحتها حلوة قوي قوي قوي، بس مش عايزة اكتر من كده. وبصوا هي تخانتها طالعة حلوة لان البيكنج باودر زي ما قلت لحضراتكم انا حاطة بيكنج باودر اللي هو 16 جرام الكيس، ال 16 جرام وطلعت بالعلو ده، وعملاها في نفس البان بتاعة التشيز كيك اللي دخلناها جوه. وده ارتفاعها ولا بيض ولا نسبة زيت كبيرة، حطيت يدوب تقريبا معلقتين زيت أو معلقة وعملنا فيها طلعت برضو كيك لطيفة. نقدر نعمل كيكات كتير قوي، وعملنا فيها دقيق الشوفان وده الأهم في الموضوع. وتقدروا برضو ترفعوا منها خالص أي نوع من الدقيق الأبيض، تحطوا مكان المعلقتين اللي أنا حطيتهم زيادة عن الكمية المطلوبة، معلقتين من جنين القمح، من قشور السيليوم، من اي حاجه انتوا حابين، بذور كتان ممكن تعملوها، ليها نكهه جميله. ممكن تحطوا لها رشه قرفه مع القهوه بتبقى حلوه قوي، بس نسبه وتناسب ما تكتروش عشان ما تمررش. ففي حاجات كتير قوي نقدر يعني نعملها، بس تطلع معانا وصفات بسيطه وسهله، والاصدقائنا اللي بيحبوا حاجات ما تبقاش مكلفه قوي.